إحنا معانا تقرير عن ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تعالوا نشوفه ونسمع ماذا حدث فيه بصوت الحاضرين وبصوت أصحابه، ونرجع نكمل فقراتنا بعد التقرير. أسدل الستار عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في فعالية دورته 12. تضمن حفل الختام عدة فعاليات لعل أهمها تكريم فنانين وممثلين والفائزين بالجوائز. هو طبعا النهاردة إن شاء الله هنعلن الجوائز ونوزعها على الفائزين في المسابقات المختلفة، لكن من أهم إنجازات هذا الأسبوع حاجتين مهمين قوي، إن إحنا عملنا حدث اسمه فاكتوري، مبادرة فاكتوري ومنصة المنتجين، وفاكتوري طورنا فيها 10 مشروعات أفلام مصرية روائية قصيرة، وفي الآخر بعد عرض العشر مشروعات تم تقديم جوائز مختلفة من المنتجين لهذه الأفلام لدعم إنتاجهم وعشان يدخلوا في مرحلة الإنتاج. تاني منجز عملناه واللي هو مستقي من شعار المهرجان اللي هو السينما خلود الزمان، كانت الندوة الرئيسية حوالين آليات الحفاظ على التراث السينمائي وفنون الترميم، وخلصنا منها بمبادرة مهمة بيقودها مهرجان الأقصر السينما الأفريقية تحت رعاية وزارة الثقافة لجمع ولم شمل السينمائيين الأفارقة تحت مظلة مركز واحد لترميم الأفلام في مصر. هي النهاردة بنقفل الدورة 12 وسعيد جدا بأنها كانت دورة موفقة جدا، كان في أفلام ممتازة جدا، لجان تحكيم على أعلى مستوى، بروتوكول تعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لترميم أفلامهم في مصر، خطوة مهمة جدا 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 قد تنبؤ على خطوات أكثر أهمية لعمل سينماتيك إفريقي. كما أوضحت إدارة المهرجان أنه نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر، وفي إطار توجهات الدولة للقيام بالفعاليات الضرورية فقط، وأيضا مراعاة للحالة الدولية الحزينة بسبب فاجعة زلزال سوريا وتركيا، فقد تم استبدال احتفال حفل الختام بمهرجان الأقصر بمؤتمر صحفي، وذلك لإعلان الجوائز وتوزيعها على الفائزين الساعة 5 مساء الخميس بفندق الإقامة. هو طبعا احنا كلنا عارفين انه في مبدأ ترشيد النفقات، فاحنا حاولنا نكون عمليين وان احنا ما نعتذرش عن اقامة المهرجان ونعمله، ولكن نقلل من التكاليف. يعني احنا كنا بنعمل 7 ايام خليناهم 6 ايام بس، نبقى احنا حققنا برضو الهدف ان احنا اعلننا ده على اكبر مساحة ممكنة من الجمهور. يعني انا مبسوط جدا بمهرجان الاقصر، وغير ان انا عضو لجنه التحكيم انا بدعم المهرجان جدا 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 بكل شكل، سواء عضو لجنه التحكيم او زائر، لان المهرجان ده بيعمل حاجه مهمه جدا، بيزود روابطنا اللي المفروض تبقى موجوده ومفروض تبقى اقوى بيننا وبين افريقيا. كمان مدينه بالعظمه زي دي، مدينه الاقصر من اهم المدن الموجوده في العالم على مستوى السياحه والاثار، كون يبقى فيها مهرجان سينما، احنا بنجمع بين السينما والسياحه، فده شيء عظيم جدا بيدعم وجود مصر في مكانها الأساسي. السينما الأفريقية متميزة جدا، في أفلام حلوة قوي وحسيس تانية وشكل تاني لتقديم رؤية تانية، يعني رؤية تانية احنا مفتقدينها جدا جدا ومشتركة قوي قوي بيننا وبينهم. فأنا سعدت بالأفلام دي، بسطت جدا، استمتعت بأن أنا أشوفها، وأتمنى أن يحصل تعاون بين مصر وأفريقيا طول الوقت في المجال السينمائي، لأنه فعلا في شباب وعدة وناس بتقدم أفلام على مستوى عالي جدا من اللغة السينمائية وراقية، يعني راقية. دي لحظة بالنسبة لي حلوة جدا، ومهرجان السنة دي استمتعت بيه، تعرفت بيه على كمية صناع أفلام موهوبين حقيقي ومليان طاقة إيجابية ومليان ناس عايزة تعمل أفلام، ف كانت حقيقي دورة حلوة جدا. احنا الفيلم ده كان مشروع تخرجي اتعمل في المعهد، وكان بيتكلم عن ضحايا حريق قصر ثقافة بني سويف في 2005 الحادثة المعروفة، بس بشكل لايت كوميدي مش حزين خالص. والجايزة يعني مش عارفة اقول ايه والله، بس كنت بعيط هنا من شوية لما خدتها.
هو الفيلم فيلم بسيط جدا، بيتكلم عن قضية اجتماعية شغلة مصر دلوقتي، فكرة أزمة الجواز في مصر وتزايد حالات الطلاق. خلنا الموضوع بشكل كوميدي شوية، بشكل مبسط جدا. فكرة ان احنا بنشوف الناس بتقول دلوقتي راجل ملزم بايه والست ملزم بايه، هو مش ملزم بحاجة ولا هي ملزمة بحاجة قد اللي هم يحبوا بعض. كان لنا هذه اللقاءات اليوم من داخل محافظة الأقصر، المدينة التي تزينت اليوم في حفلها الختامي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على أمل أن يتجدد اللقاء مجددا مع أشقائنا الأفارقة والعرب من داخل هذه المدينة الساحرة. مصر في قلب أفريقيا، وأفريقيا في قلب مصر، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كان أحد الفاعليات أو الأنشطة المصرية الأفريقية اللي بتشير وبتؤكد عمق الروابط المصرية الأفريقية، اللي لو قررنا نتكلم عنها هنحتاج 10 حلقات، لكن إن شاء الله السنة الجاية يبقى الدورة 13 للمهرجان سينما أفريقية جديدة، دعم والتضامن مصري أفريقي على الساحة الفنية ودايماً.